السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم بنينة بلوغ. اليوم ما شاء الله يا ربي غادي نحضر معكم بستيلة ديال الكنافة بالحوت اللي كتجي مالحة، كتجي بريستيج، كتجي في المذاق رائعة وكتجي حتى في الشكل رائعة وفي التحضير سهلة. كنتمنى لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى نكون عند الحسن الظن ديالكم، كنتمنى تدعموني باللي لايك ولي كومونتير زوينين ديالكم، وخليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها هي لقمة ديال البستيلة. عندي هنا زيت بلديه، نص حامضه معصره، نص معلقه صغيره ديال ابزار وسكينجبير، ونص معلقه ديال الخرقوب، ثلاثه دروس الثومه، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره فلفله حاره، ومعلقه صغيره فلفله حمراء، ملحه حسب الذوق، معلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك. كندير المكونات كاملين وكنخلط هاد العناصر كاملين. هذه هي القمه اللي غدير لي بستيلة ديالي كامله. عندي هنا جوج ميرلات اللي هما كبار، و 125 غرام ديال الكخبيط اللي منقي، و 125 غرام ديال كالامار، يعني نص ربع نص ربع. عندي هنا واحد كورجيت اللي طحنتها في الروبو، واحد جزاره وحده وحده، وعلبه كبيره ديال الفيتر شامبينيو ديال العلب، و 125 غرام ديال الشعريه الصينيه ديال الروز. عندي ثلاثه المعالق كبار السوجا، ونص حامضه مصيره اللي مقطعاها طريبات صغار. اول حاجه كندهن هذا المول بزويته، وكنقيم هذه الميرله ديالي وكنخشيها في الفران. بالنسبه للكروفيت وكالاما غنديرو في دقه وحده وندير عليهم شويه شرموله وردهم فوق البوطه يتشحروا اي واحد شي شويه، ومن بعد كنضيف عليهم شامبينيون وكنعاود نرجعهم يتشحروا واحد شويه. بالنسبه للشعريه الصينيه سلقتها في شويه ديال الماء ورقت الناموسه ودريت الثومه وشويه ديال الملحه، ومن بعد كنصفيها وكنقطعها هكا، ومن بعد كنضيف عليها شويه شرموله وصوص سوجا وديك الحامض وكنخلط العناصر كاملين بهذه الطريقه. من بعد كنضيف الجزر اللي عندي ردو حتى هو يتشحر على واحد جوج دقائق عينزل شي شويه، كنضيف داك الشرموله اللي بقات باش الخضره ما كتنزلليش ما كتميهش، يعني هي كيتشحر عي شويه. ومن بعد عاد تنضيف الكورجيت حتى هي عاوتاني نفس الطريقه، حتى هي تشحر عي واحد شي شويه. صافي من بعد ما تشحر العناصر كلهم، دابا غادي نضيف لهم هذيك الشعريه الصينيه اللي درت لها ديك اللي قيمه وخلطتها، وغادي نحرك، نخلي البوطه شاعله وغادي نحرك واحد 3 ديال الدقائق عي يتخلط هاد العناصر يتخلطوا كاملين وتدخل لها البنه ديال الحوت. صافي من بعد ما طفيت البوطه بالنسبه للميرلا طابت ونقيتها، ومن بعد كنضيفها الخليط ديالي وصافي وكنحرك. صافي البوطه راه هي طافيه. عندي هنا عندي نص كيلو ديال الكنافه والزيت والزبده، الزبده اللي مذوبه. صافي كنشد هاد الكنافه ديالي وكنحاول ندهنها مزيان بالزيت والزبده، يعني ندهنها كامله وتكون مدهونه ما تبقاش ناشفه. صافي دهنتها، كنشد المول ديالي. بغيتو تدهنوه دهنوه، ما بغيتوش ماشي مشكله، ما كتلصق ما حتى شي حاجه. صافي كندير الكنافه ديالي على هذه الطريقه هذه، وكنحاول نلبس المول مزيان بالكنافه باش الحشوه ما تخرجليش وما تحرقليش. الا خرجت لي الحشوه للمول يعني غادي تحرق وما يجيش منظر زوين. صافي كنحاول المول كامل نلبسو مزيان بهذه الكنافه، ومن بعد كندير الحشوه ديالي اللي خليتها تبردات مزيان. كندير النص وكنحاول ندخلها في المول مزيان باش البستيلة تجي الشكل ديالها زوين. كنحاول نبرك في الجنيبات، ومن بعد كندير واحد 100 غرام ديال الفرماج حمر اللي محكوك، وعاد تنضيف الحشوه اللي بقات، يعني الفرماج كنديرو في الوسط باش كيعطينا واحد التعليكه.
صافي كنضيف الحشوه اللي بقات وكنحاول نبرك مزيان، ومن بعد كنشنق بالزباله ديالي. بالنسبه للفران عندي سخون على 150 درجه، كندخل المول ديالي وكنرد معاه البال على ود الكنافه كتحرق دغيا، يعني دغيا كتحمر، كنشعل عليها اي من التحت حتى كطيب، ومن بعد عاد نشعل عليها من الفوق، ومن بعد كنقلبوها. كتاخذنا واحد نص ساعه ديال الوقت. من بعد كنقلبوها في الطاوة، الا لقيناها مازال ما تحمراتش كنعاودو نرجعوها، ماشي مشكل، يعني طريقه سهله. صافي انا خديت معايا نص ساعه بالضبط في الفران، دابا كنقلبها. الا قلبتيوها ولقيتيوها مازال انا هو اللوين هو هذا اللي بغيت، لقيتيوها بقى ما تحمرات كتعاودو تردوها، ماشي مشكل. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، كل واحد يزين الطريقه اللي تناسبو. انا هنا درت لها الخص هكا بجنيبات حتى كنقلبها، ومن بعد كنهز هكا وكننزل الخص. وبالنسبه للداخل فهاد الحفيره حتى هي درت لها الخص، وشديت واحد ماطيشه ودرت فيها فخوماج احمر وديك الكويرات ديال الكنافه، شديت الكنافه وعمرتها بفخوماج ودخلتهم، يعني التزيين كيبقى اختياري. وهنا عندي كروفيت اللي حتى هو درتو هكا بجنيبات، ودرت طريفات ديال الحامض. بالنسبه لديك الكويرات شديت فخوماج احمر حكيته، وشديت هذيك الكنافه اللي بقات لي قطعتها صغيره ودهنتها وعمرتها بفخوماج وخشيتهم في الفران. كل واحد يزين الطريقه اللي تناسبه. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا بالكنافه اللي كتجي بريستيج وكتجي رائعه في المذاق. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وكنتمنى اللي مازال ما تابوناش معايا تابونا معايا وفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد ديالي، وما تنساوش تدعموني بلي لايك ولي كومونتير زوينين ديالكم. شكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم.